لا مباراة لا أمس الأمس أنا أفتكر إنه يعني النتيجة ما تتوحي بالأداء الممتاز اللي قدموه ناشئي السودان. نعم المنتخب السعودي يعني بيملك خامات ممتازة جدا، كذلك المنتخب السوداني يملك خامات كبيرة جدا. منتخبنا يعني زي ما قلت لك إنه لأول مرة تدربوا 3 مرات بس على عشب طبيعي. منتخبنا لعب في ظل يعني اجواء بالنسبه لهم صعبه جدا هنا ولاد صغار، في رطوبه عاليه جدا كانت. هي دي ما مبررات لكن ده واقع هم عاشوه واتفاجئوا به هنا ولقوه هنا في السعوديه. شكل المنتخب حسب توقعاتي من خلال مباراه الغد امام المنتخب السعودي للناشئين حيتغير توتالي. اللاعبين يعني حيكونوا اكثر تركيزا، يعني حيكونوا اكثر ثقه، وبالتالي بتوقع على انه حتكون مباراه قويه جدا، وان شاء الله نتمنى انه المنتخب السوداني للناشئين يحقق النتيجه. يعني تبعث الامل في عند المسؤولين وعند الجماهير في انه نحن يعني نسير الان في الطريق الصحيح لتحقيق الغايات المرجوه ان شاء الله.